أدرس في المدرسة ثم انقطعت عن الدراسة، وكان لي راتب من مصلحة الضمان الاجتماعي، وكانوا لا يصرفونه لي حتى أحضر ورقة من المدرسة تثبت استمراري في الدراسة فيها. فكان خالي كلما طلبوني يذهب إلى المدرسة ويحضرها ثم يصرفون لي ما أستحق، فهل ما أخذه حلال أم حرام؟ وهل ما أخذه من الضمان عليه زكاة أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، إذا كانت هذه الدراهم التي تصرف من الضمان الاجتماعي مكافأة على الدراسة إنه لا يحل لك أخذها إلا إذا كنت تدرسين بالفعل، أما إذا انقطعت عن الدراسة إنه لا يحل لك أخذ شيء منها، لأنه يكون أخذا غير مبرر، ولا يجوز للمدرسة أن تعطيك إفادة وإثبات أنك تدرسين وليس الأمر كذلك، لأن هذا يعتبر من الكذب والاحتيال الذي لا يجوز. وكذلك ما ذكرت أنه إذا اجتمع لديك دراهم من هذا القبيل هل فيه زكاة؟ أولا هو لا يحل لك إذا كان على الصفة التي ذكرنا من الاحتيال والكذب ولا تملكينه، لذلك الواجب إرجاعه إلى مصدره والتخلص منه. أما إذا كنت أخذتيه بحق، يعني كنت تدرسين مواصلة للدراسة وتجمع لديك شيء من الدراهم وبلغت النصاب 56 ريال أو ما يعادلها 56 ريال من الفضة الريال السعودي أو ما يعادلها من الورق النقدي أو كانت أكثر من ذلك وحال عليها الحول، فإنه تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول من حين استلامك لها إلى أن تم عليها حول، تجب فيها الزكاة وهي ربع العشر أي 2.5%. الله تعالى أعلم. فلو كان ما يصرف لها من الضمان الاجتماعي ليس من الشرط فيها أن تكون تدرس، ولكن تأخذ هذه الورقة كعنوان لها هذه المدرسة أو تعريف بشخصيتها. إذا كانت تصرف لها من الضمان الاجتماعي لأنها فقيرة ومحتاجة لفقرها وحاجتها فلا مانع من ذلك، لكن هي ذكرت أنها تدرس وأنها لا يصرف لها حتى يؤتى بإفادة من المدرسة، فمعنى هذا أنها تأخذها مكافأة على الدراسة. إذا كان كذلك فلا يجوز. أما إذا كانت تصرف لها من باب المساعدة للمحتاج والفقير، باب مثلا الضمان الذي يصرف للأيتام والقصار والأرامل وما أشبه ذلك، هذا ملكها، وإذا تم عليه الحول وبلغ النصاب تزكيه.